خير. انا دكتور سلام حسين عمر، استاذ طب حالات حرجه في القصر العيني، وحاليا في السعوديه في مستشفى عرفان، وتم دعوتي عن طريق اداره المؤتمر لإلقاء محاضرة وحضور فعاليات المؤتمر اللي أنا بسمعه الحقيقة وبحضره من سنة 2004، وشايف إن كل سنة أحسن من سنة من ناحية نسبة الحضور، تطور الحاجات، المواضيع الأخرى المساعدة اللي هي التمريض والفنيين، وإضافة حاجات أخرى في إدارة المستشفيات والفارما الإكلينيكية، ودي حاجات بتساهم في زيادة الخدمة الطبية وتحسينها في مصر. وأعتقد هم بالطريقة دي فعلا ساعدوا ناس كتير إن هم يزودوا معلوماتهم ويفتحوا أفق جديدة لمواضيع جديدة تطرق من الناحية البحثية أو للتدريب فيها لتطوير العمل الطبي في الإجمال. زائد إحضار بعض الشخصيات المهمة في المجتمع الطبي من ناحية القلب على مستوى العالم، اللي وجودهم بيضيف كل مرة حاجات جديدة للناس ويزود تفاعلهم مع الأطباء الموجودين المصريين. نتمنى لهم دائما جميع التوفيق في جميع المجالات وزيادة التقدم من سنة لسنة. السلام عليكم.